السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة الخلاصة كورة. ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الجمعة 18/2/2022 في الجولة 21 من الدوري السعودي. اليوم الحزم خسر من الفتح 0-1، أحرز الهدف للفتح فراس البريكان في الدقيقة 72. الفيصلي تعادل أمام الرائد 0-0. بداية الجولة 21 بدأت أمس الخميس متابعينا الكرام 17/2، الباطن خسر من النصر 3-4، التعاون تعادل أمام الاتحاد 1-1، الاهلي تعادل امام الفيحاء 1-1، والهلال فاز على الشباب 5-0. بكره السبت باذن الله تعالى ضمك امام ابها، والاتفاق امام الطائي، وعندنا ختام الجوله خلاص كده بكره باذن الله تعالى. اشترك، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري السعودي وترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الفرق حاليا في المركز الاول الاتحاد ب 48 نقطه من 20 مباراه. النصر في المركز الثاني ب 41 نقطه، الشباب المركز الثالث ب 40 نقطه. الهلال المركز الرابع ب 34 نقطة من 18 مباراة. ضمك المركز الخامس ب 30 نقطة، أبها المركز السادس ب 28 نقطة، الفيحاء المركز السابع ب 27 نقطة، الرائد المركز الثامن ب 26 نقطة، الأهلي المركز التاسع 25 نقطة، التعاون المركز العاشر ب 22 نقطة، الطائي المركز الحادي عشر ب 22 نقطة، الفتح المركز الثاني عشر ب 21 نقطة، الفيصلي المركز الثالث عشر ب 21 نقطة، الاتفاق المركز الرابع عشر ب 20 نقطة، الباطن المركز الخامس عشر ب 19 نقطة، والحزم المركز السادس عشر والأخير ب 14 نقطة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، تصدر الهدافين تاليسكا لاعب النصر المركز الأول ب 14 هدف، يتساوى مع أوديون إيغالو لاعب الهلال، وكان في الشباب انتقل بقى كده للهلال. والمركز الثاني ليندر توامبا لاعب التعاون ب 13 هدف، ورومارينيو لاعب الاتحاد ب 13 هدف أيضا، وكريم البركاوي المركز الثالث لاعب الرائد ب 10 أهداف. المركز الرابع بفتنبي جوميز لاعب الهلال بتسعة اهداف، واميليو زلا لاعب دمك، والمركز الخامس عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد بثمانية اهداف، وكارلوس بريليو لاعب الشباب، وموسى ماريجا لاعب الهلال. اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.